عم انا لازم المرجعه افتش. ساعدوني يا جدعان. ساعدوني ايه ده؟ ما تزقيني العوامة. طب انا عايز اقول لك حاجه، انا اصلا بقوم تحت الميه. فوق مش عارف ليه. ايه ده؟ احي فاضل دقيقتين، قضي فاضل 5 ثواني. 5 4 3 2 1. لا، وايه المكان ده؟ بنتي انت فين؟ رايحه فين يا مراتي؟ اصح انت اسمك ايه؟ وانا اسمي ادم. بس ايه المكان ده؟ طب انا عايز اقول لك حاجه. ايه ده اسمعي الصوت ده. انتوا الاثنين لازم ان انتوا تلعبوا لعبه الاستغمايه، واللي يلاقي التاني الاول هو اللي هيفوز والتاني هياخد العقاب. ايه الصوت ده؟ طيب يلا بينا. يلا طيب يلا يلا انا غمي عينيكي. انت اللي تبداي الاول. غمي عينيكي كده. ايوه غمي عينيك. انت فين؟ تعاليلي، تعالى عندي. اوفي نو، بصي كده. ايوه لسه كويس ان انا معايا سكوتش. لسه اوكي. يلا قول خلاص يا حبيبتي. كان على طول لازم اروح اخش المكان السري اللي انا عارفه. ايه ده؟ لا مش هنا. اوكي مطلق. اوكي مطلق هنا. هل اتكلم اما اروح روبن شي من روبن. انا مش هنا. انا عايز اقول لكم حاجه، اللي يشوف التاني الاول هو اللي يشوف الاول التاني هو اللي هيكسر عظمه. اللي يشوف الاول التاني. انا اصلا باصص عليكم وما شفتكيش وانت بتبصي اصلا عليه. انا عارف مكانك ومكانه، ولازم تستخبي لان هو لو شافك اصلا وانت بعدها شفتيه انت كده هو اللي هيكسر عظمك. كويس ان هي مش مفيش اي حد. كويس هو قال.
يا رب يا رب لا تشوفنيش يا رب يا رب يا رب هي يا رب هي ما تشوفنيش وانا اللي اشوفها. ايه ده؟ ايه العلامه الغريبه دي؟ انا ماليش دعوه. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب بالله انت ما تشوفنيش. اوكي يا رب مستخبى في المكان ده، في المكان في الميتم في الميتم. انا عارف ان احنا هو في مكان اما اطلع رب استخبى. بصي تعالي خلاص يعني خايف تضربني. لو في اللون الاخضر تعالي. يا رب يا رب لا تشوفنيش يا رب. انا عايز اقعد من القصه. اوكي مستخبى هنا، احاول ان انا اشوف اللون. مفيش حد يا حرام. يا رب لا تشوفنيش يا رب. يا رب لا تلاقيني يا رب يا رب يا رب. انا استخبي ان شاء الله. استخبي كويس. بالله انت لقيتني. انا مش عارفه ابني يتكسر. لازم عظمك يتكسر. ايه ده؟ انا فين؟ وايه الجبل ده؟ يا ماما لا لا. ايه ده؟ هو ايه السلم ده؟ لا ادم اطلع على السلم. اما اطلع ونشوف. اهو طلعت. انا اصلا بطلع ان شاء الله. ضربة طير. احي الهوا تلج. ايه الثلج ده؟ ايه الدنيا التلج؟ الدنيا تلج. ايه الدنيا دي؟ الدنيا التلج دي. ادم انت لازم تنط. ايه ده؟ ضلت انزل لي بس عادي. ايه ده يا ماما؟ لا مش عايزه انط. ادم لازم تنط. لا لا انا مش عايزه انط. مش عايز. لازم. طيب 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 لازم تفعل قوتك الخاصة. يعني ايه قوتي الخاصة دي؟ بس انا مش فاهم. ايه ده؟ هو ما انا ما ماما. يا رجلي يا كل حتة في جسمي. يا ركبي كل حتة في جسمي. يا كل حتة في جسمي. يا ايديا يا كوعي يا رجلي يا ايديا كمان. ايه اللي جنبي برضه في المكان؟ لوب اللاند. لوب اللاند. طيب يا بلاند ادم وبلاند بلاند هي اللي فاز. ودلوقتي النصيب كله هيكون لبلاند. الخمسة جنيه الخمسة روبوكس هيكونوا لبلاند. عشان هي ما خسرتش. بس انا عايز اقول لكم حاجة. انا عايز اقول لك حاجة حلوة. هو ينفع اقول لك حاجة؟ قول يا حبيبي. ينفع توقعني من فوق الجبل كمان مرة؟ ايه؟ هو انت مش وجعتك؟ لا عجبتني. نفسك تقعي معايا؟ ايوه. انت نفسك كمان؟ طيب يلا بينا. انتوا ممنوع اصلا تنطقوا من على الجبل. انتوا بتحاولوا تعملوا ايه اصلا؟ لان ايه اللي هيحصل؟ لان اصلا مفيش حد فاز وانتوا اصلا ما لعبتوش. فينك يا بلانت؟ اوكي يا جماعه وصلنا لنهايه الحلقه. ان شاء الله يا جماعه الحلقه تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك ولا الاشتراك ولا وفعلوا الجرس
عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. ويلا سلام. وقبل ما نقول سلام ونخلص بيت فهوريكم مكان سري حلو قوي، تقدروا ان انتوا تتجسسوا على الناس، يعني مثلا ده خايفين منه ومرعوبين منه لكنه هيعمل حاجة غريبة، تقدروا تتجسسوا عليه ان انتوا تخشوا من هنا بعدها تروحوا عاملين ايه في الصورة. لا شايفين مكان الخشب ده، تروحوا عاملين جراو، تقدروا دلوقتي يا جماعة تقدروا تتجسسوا على الناس ان هو في زاد مش عارف ليه، بتقدر ان انت بص تسرق تاخد تدخل هنا بعدها لحسن حد يشوفك تروح جاري من هنا بعدها تروح ناطط تروح هارب 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 بعدها تروح ناطط هنا بعدها تروح ناطط هنا، يعني بص 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 ازاي تفضل تجري 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 بعدها تروح مستخبي هنا بعدها تروح طالع كراو من غير ما يشوفك بعدها تروح داخل مكانك السري. والمكان السري المكان ده انا اصلا خلاص عرفت سره، المكان ده مكان عمل حاجه، شايف في الكرسي اللي وقع ده، المكان ده كانوا بيعملوا فيه اختراعات بقى. وعارف ايه اللي موجود هنا؟ كان موجود هنا زومبي، كان ده ده كان هنا هو فيه مخترع شرير وهو لون الاخضر بتاع نفس لون الزومبي، يعني في الاخر يطلع ده وانتم لو كنتوا ما كنتوش عارفين ده مختبر الزومبيات او حقنة تحويل الزومبي. هي دي جماعة اللي بتخليكم تحولوا الناس للزومبي. فلو عايزين تصوروا مثلا اي فيلم او تلعبوا زي فيلم بس انتم مش بتصوروا، تروح عاملين بقى كأنكم بقى بتصوروا وحطيتوا حقنة للراجل عشان يتحول زومبي وكده، هو تقدروا تعملوا. وسلام.